قلت ليه؟ هيدا كل شيء، سافيكم كملوا شغلكم. ميرسي. شو رأيك؟ أنا أكيد إنه الموضوع رح يمت حلقتين ثلاثة. هلا تركيني من الحلقة ومن الاجتماع وخبريني عنك. شو صاير معي؟ شو صاير معي؟ ولا شيء. علي هالحركات؟ من وقت ما جيت أنت نشيطة ومبسوطة وضحكتك شبران، عيونك عم تضحك. شو القصة؟ ولا القصة حلوة كتير. معك بس عم بيقطع الخط عماد. لحديت اللحظة ما في أي أخبار أكيدة. العناصر الأمنية مطوئين المكان وفي تكتم على الموضوع. نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت، وذلك أثناء علاج أخيه المدعو صخر شيخ الجبل. نعود لمراسلتنا هناك. لم يسمح لنا الاقتراب من باب المستشفى وهناك تحفظات أمنية شديدة وأوامر بالابتعاد. هل تعتقدين أنه من المحتمل حدوث أي اشتباك أو تبادل إطلاق الرصاص؟ عماد كتير وارد، بس من يقف هنا يشعر بأهمية وخطورة الأمر، وسوف نبقى على الهواء لتغطية كل جديد. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى ظهيرة هذا اليوم، وبهذا نكون أول من حصل على هذا المشهد الحصري، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة. سيدي بدي احكي مع حضرتك بموضوع. ايه تفضل. سيدي اسمعي، الكرت الاحمر الثاني ما كان لازم. الو. مساء الخير، معك روبين من مؤسسة صدى ميديا للإعلام. ايه اهلين يا هلا. دموزيل، حضرتك مقدمة عنا سي في بخصوص طلب عمل. ايه مزبوط. طيب يا ريت تكوني عنا بكره الساعة 10 كرمال موعد الانترفيو. ايه طيب ماشي، شكرا كثير. احترامي سيدنا. أنا ما رح أخلص من هالقصة بقى، ما رح أشيلها من راسي. ما بتتخيل يا سيدنا شو عملت كرمال يوقع بالكمين، بس بتقول فص ملح وديب. صرت سامع الخبرية أكثر من ألف مرة منك من اللي قبلك. كل مرة زاد السيري. زلمي قاعد ببيروت صار له أسبوعين ساكن وعايش حياته، وخبروك إنه وينه وما قدرتوا تلاطوه. ما بعرف شو بدي أقول لك سيدنا، والله عشوي رح أحكي مع حالي. بعدين مين هذا الصحفي اللي سرب الفيديوهات للمحطات؟ نحن مش مقررين انه صورته ما تظهر للعالم؟ ما بعرف شو بدي لك سيدنا. كله تخبيص بتخبيص. لكن فيك بدي ملف القضية كله على مكتبي. من بكرة أنا رح تبعها بنفسي. حاضر سيدنا، مثل ما بتأمره. Thank you.
مرقة؟ كيف بقى؟ بالعادي بيتأجر سنوي. قبله كان في مرأة كبيرة بالعمر ضلت سنتين وسافرت. قالنا ناطور بني هذا الشيء، بس مش غريب إنه كل السكان ما بيعرفوا إنه جبل شيخ الجبل ساكن معه بنفس البناية؟ يا سيدنا نص البيوت هون أجار، شو بدك تعرف لا تعرف؟ الله يعينها، يعني مش سهل تعرف انه هيك مجرم ساكن حدها. بعرف هذا الشيء، بس بكل الاحوال احنا مضطرين ناخذ افادتها. ما فينا ناجلها لمره ثانيه، قصدي بس يعني لحتى تكون اخذت على الخبريه شوي. اذا بتريد نحن هون مش عم نلعب. طيب رح اجرب احكي معه وقناعه. تفضل.
البحث عن جبل وأخيه صخر شيخ الجبل، وعليه فقد ضبطت جميع مداخل ومخارج بيروت كي لا يلوذا بالفرار. سنتابع معكم كل تفاصيل أخبار عملية البحث في حال ورودها، وننتقل الآن. نحن اللي كنا مفكرين وطافر بالجراود طلع قاعد ببيروت. بس ما فهمني، عم بقولوا نزل على بيروت ليحكم خيو صخر، شو صار؟ مش الحال يعني صخر رجع يشوف؟ يا حبيبي إذا هو أعمى قتل ابن عمه، إذا فتح شو هيعمل هو خو؟ معلم بشير، من بعد إذنك ما نقشتها نص بنص؟ قشت الرزقة. يلا قوم مع رزقتك، بركي نحن منرتزق كمين. يلا أبي. سمعت يا مختار؟ بعد ما رجعوا والعالم مرعوبة منهم. ولو يا أبو أحمد، جبل منه غريب، شو ما بنعرفه للزلمة؟ والله يا مختار الأحوال تغيرت كتير، ما عادش حدا يعرف شيء بالهيبة. إيه لا، ما وصلنا لهون. أنا وأنت منعرف أفضال جبل على الهيبة وعلى الناس كلها. الله يرحم بيو، ما شفنا من هالعيلة إلا كل خير. والله قلبي مش مطمن. أبصر شو صاير لحتى لي كل العالم قايم عليه. بهاي معك حق. اليوم الصبح تصبحت الدورية طويلة عريضة عم يسألني إذا رجع جبل على الهيبة ولا بعد. إيه وشو قلت له؟ شو بدي أقول له يعني؟ حتى لو رجع ما كنتش لحق له. أكيد ما بتقلوش. تعرف إذا انكمش هالمرة لا يروح فيها هو خيو. كيف بلاها يا أمي؟ كيف بلاها؟ ديني كل طن الطن بالخبرية، بدي كين أترك أبي وجابل وصخر وقعد حدك بالبيت فقي فول. أنا خايفة عليك، نشفت دموعي لحتى شفتك. ما بدي أخسرك مرة تانية يا أمي. أنت بتعرفي شو ممكن أعمل إذا حدا بيدق بشعرة واحدة من شعرات أبي وشعرات الشباب؟ أي والله ما رح تروح منه عن إلا على جسدي. أمي شفتي كيف يا أمي؟ هاي الله من عنده رح يخد لنا حقنا. تفي من تمك لك بنتي، الله لا يقدر. معقول يا امي؟ بعد كل شي عملوه فينا خايفين يلقطون الدرك؟ ولك يا بنتي، عمايل ولاد سلطان كتير كبيرة، وإذا كمشوه لجبل وخيو الأزعر رح يحطوهم بالحبس كل عمره. طيب مش هيدا اللي بدنا إياه؟ لا، بدي يرجعوا لحضن ناهد سالمين غنمين، وبس يطلع بيك من الحابس بده يروح ياخد حقني ويرجع تار خيك شاهين. بدي يروح يطلع برواحهم وياكل كبدهم واحد واحد قدام عيون ناهد. هالمرة علقتهم وسخة، عم بيقولوا محاصرين كل بيروت ومش رح يهديلهم بال إلا ما يكنسوا جبل وخيو. آخ يا ابني، بخطيت أبوك اللي انقتل ظلم، ولا أختك يلي تمرمطت سنين معهم وبالآخر هجت من كل البلد بعد ما قتلوا جوزة نضال، ولا بخطيتي يلي كل يوم كنت نام وقوعة وأنا عم بدعي عليهم. منى شيخ الجبل؟ أيوة. دورك بعد المسيو اللي جوا؟ أوكي. عفواً، اسم حضرتك منى شيخ الجبل؟ إيه، إحنا منعرف بعض؟ لا، بس شو بيقربك جبل شيخ الجبل؟ ليش عم تسألي؟ لا ولا شيء، شو عاد صار معه؟ لقته أو بعد؟ ما فهمت عليكي، عن شو عم تحكي؟ ولو ما الدنيا كلها عم تحكي بسيرته، كيف حاصروا الدرك وكانوا رح يكمشوا لو ما زمت باخر لحظه. اذا بدك نصيحتي ما تجيبي سيره جوا اذا بيقربك او لا، لانه رح يرفضوا يوصفوك. ومش بس هني، هني وغيرهم رح يرفضوا يستقبلوا وحده من عائله مطلوبه. دموزيل تفضلي. دموزيل غلط! كل شيء عم تعملوه غلط بغلط! حطت لي بهايم حواليي! بتعرف هيك غلطة لوين كان بتوديني؟
والله الحق معك 1000%، بس صدقني ما كان حدا فينا عنده علم. ما هيدي المصيبة، أكبر مجرم بالبلد ساكن حدي وما حدا فيكم معه خبر. لشو قاعدين على قلبي؟ أمن وسيارات مفيمة واستطلاع ومناوبات، لشو؟ أنت قلت ثروت بيك أكبر مجرم والبلد كله مش عارف وين ساكن وين هو، كيف نحن بدنا نعرف؟ هيدي شغلتك، ما تسألني. وإذا شايف حالك فشلت مش قادر تأمن حمايتي أعطيني خبر. لا العفو، بوعدك هالشي ما رح يتكرر أبدا. ونور شو أخبارها؟ ما يكونوا زعجوها بالتحقيق؟ لا لا، تحقيق شو؟ هني سؤالين وبس، يعني أمور روتينية. لكن شو بها؟ من الصبح عم جرب أحكيها على تليفونها ما عم ترد، مع أنه كانت هي اللي بدها إياني بموضوع ضروري. يمكن كرمال هيك زعلت شوي. أوف، كيف يعني؟ للصراحة ثروت بيك، امبارح حسيت على الست نور هيك غصت شوي، بس قلت لها إنه أنت مش رح تقدر تيجي تشوفها. بتغير لي طقم السيكوريتي كله، بتنقيهم واحد واحد بنفسك. حاضر. ما بدي ولا غلطة. تأمر ثروت بيك، عن إذنك. الخاصة. لو سمحت. احنا مكملين طفار عن جديد، مصاري بتفض الراس وبتعبي الكروش، عالم عم تنهش ببعض صارت كلها وحول، واللي معه مال ليرة منه ما بتنال غير ما تعمل له زبالة وتنكش عنده بالمنشور. بس الفقر عزم الفتم ولا بكفو فك العسودك السودك وحدن بكفو، والعطشان بده ماي يشرب بكفو لأنه من غير اشتغل تحت دين العالم حتى تشبع زل زيحة، ومن دون التعويض عبيتك بتفل من الجمل انتو بيعطوك تعمل منه اكل، بس العطر عم حبيت بين الشرب وبين السقف. بس الفقر عزم الفتم ولج بكفو
بكل عزنودك زنودك وحدن بكفوك والعطشان بدو ماي يشرب بكفوك لأنه من غير كفوفك ما بيروي الشراب. شو؟ بسطة للشايب؟ يا حون أطرة طور رئيس خلاص عندك انت اطلع منا عمالك عندك Thank you.
علينا يعني ابو طلال وقفت عليه لك ما البلد شو طمني ان شاء الله كل شيء احزن ناقصك شيء لازمك شيء بس بتكون ماشي بالشارع والله وش ياسد منك يا ابو طلال ماني عارفان كيف بدي اتشكرك على اللي سويته واللي عم تسوي شو هالحكي يا ابو سلطان الدار دياركم وانتوا قاعدين بين اهلكم وناسكم كتر خيرك وخير الناس الطيبه اذا بتعزني تعتبر هذا البيت بيتك يعني الكلام لك والشاور شاورك عشت شو يا ابي شو صار مع أمك بالغداء؟ يلا شوي بيجهز تفضل تفضل يلا شوي وجيب لك الغداء لا لا مالي نفس ما بيصير بدك تاكل لأنه عندك أدوية هلأ وعندك أدوية بعد الأكل افتح يدك إذا هاي قبل الأكل لكن اللي أخذناها من شوي شو؟ لا هاي دي كانت بعد التربية هاي قبل الغداء لي على اختها السردي انا شو اللي بده يحفظني هذا الدواء لشو وهيدا ايمتى انت مالك من شي انا حكيت مع الحكيم وحفظ منه كل شي وراح اعطيك الدواء بوقته صحة قلبي بدي افهم وين راح وين اختفوا طول بالك وطي صوتك شو قصتك لك راح جن راح طق من اول ما هربوا من المستشفى وانا مش عم نام ناطر اسمع خبرهم كل ساعه وكل دقيقه لك روق قد ما يطولوا يعني قد ايه رح يضاينوا العالم ببيروت خايفاني وعم تشتكي انا لازم اعمل شيء ما بصير ضلني واقف عم اتفرج انت شو طالع بالايدي يا قرابتي البلد كله مش قادر يتوصل له كرمال هيك لازم نتعاون لازم حط ايدي بايده لوصله لجبل طالما رح يضل جبل وخيو مخبيين ما حدا حف يعمل شيء بنوم هون بيجي دوري يا قرابتي أنا لازم أعرف وين مخبيين آخ لو أقدر بس ساعتها رح بعمل يلي ما قدر أعمله بي وأخلص من كل هالعيلة نور شو قصتك حبيبي صاير معك شيء عم بحكي معك ردي علي شوفي شو بدك شو بدي بدي افهم ليه ما عم تردي على تليفوناتي من كم يوم ما حكيتي معي كيف بتتركيني اقلق عليك كيف بدي اعرف اذا صار لك شيء ما بعرف اسأل حالك افترض انه فعلا صاير معي شيء انت وين افترض انه انا ما قادر ارد على تليفونك شو هلا لشرفت لك اذا مشغول بيرك علي وهيك كيف اذا بتطمن نور يا حبيبتي فهميني كيف بدي اجي لهون؟ شفتي شو صار عندك؟ جارك واحد مجرم والدنيا قايمه قاعده وانت بفكر على بالك تحميني منه؟ افترض انه هيدا الجار شافني وعذبني خنقني قتلني ذبحني انت وين كنت بكل يلي صار؟ وين كنت؟
ليكي أنا حدك، مستحيل أتركك أو خلي حدا يمس شعرة منك. بعدين أنا من أول الخبرية بعت وليد لحتى يكون حدك. وليد؟ أي والله كتر خيرك، شو قلي عليك؟ معقول تشكي أني مش خايف عليكي؟ لك أنت خايف على حالك، خايف على الإيمج تبعك والبرستيج تبعك، خايف لدرجة أنك ما استرجيت تجي تطمن عني لحتى ما حدا يشك شو في بيني وبينك. أنت تعباني هلأ وما رح رد عليك. أنا تعباني، تعباني كتير مش شوي. عم بحكي لك شو عاد منك مني؟ شو هو الموضوع الضروري اللي عايز تيني كرمانه؟